ليش تأخرت هيك؟ أخذنا الحكي، حددوا يوم لمحاكمتك؟ إن شاء الله ما يكونوا تكسروا. كنا طايرين بالنا عليهم منيح. هالسجادة للصالون وهي خدوها لجوا. لمي؟ إي ست مريم. لمي؟ ليك هي إلكن، خدها معك على البيت. إي 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 هي إلنا. فاطمة، تقبلي تتزوجيني؟ عم ضبوا للفستان. ايه ضبي لي يتوسخ. حتى اغراضه لكريم جايبينه لهون. معلش خليهن، انا رح ضبن عندي هون. ايه خلص قربنا نخلص للضبي تقريبا، انهد حيلنا. يعطيكي العافية، يسلموا ايديكي. شوفي، امتى رح تأملنا زيارة لنروح نشوفه؟ الأسبوع الجاي ان شاء الله. ما كنت متخيلة رح نزوره. هو مو اكيد، بس رح حاول بالموضوع، خليني إلا مشان تنبسط شوي. لا تخبريها، خلينا نتأكد بالأول وبعدين منخبرها، ما بدنا نخليها تتأمل على الفاضي. فاطمة، أنا ما قتلت حدا. بعرف. إذا أنت مصدقتيني فهذا الشيء بيكفيني. تفضل، يسلموا داياتك معلم. الله يسلمك. شكرا اخي، يسلموا. ان شاء الله بتشوفوا على وشه الخير. مراد، انا شو قلت لك ابني؟ يلا روح روح. أنا خلصت شغل تقريبا، جيت ساعدك إذا بدك شي. لا، وأنا كمان خلصت، حطيت أغراضه عندي هون بالغرفة بشكل مؤقت، بدنا نتحمل بعضنا بهالفترة. هلأ بس يطلع كريم رح ننتقل لبيت تاني، وهنيك الواحد بياخد له غرفة إن شاء الله. يلا أنا نازلي لتحت. ماشي.
خلصنا، هي آخر دفعة. هي آخر دفعة وهيك بنكون خلصنا. يعطيكم العافية. الله يعافيكي. ميسر روحي ساوي لنا فنجان قهوة، خلينا نصحصح شوي. لا تساوي، أنا ما بدي. إلي أنا كنت ناوي أطبخ لكم عيني، بس ما لقيت شي بالبيت. نازل على السوق جيب خضرة. استنى أنا هلأ بينزل وبجيب كل أغراض البيت. أنتي خليكي مرتاحة، أنا بروح بجيبهم. نزير بيك، نحن مو هيك كان اتفاقنا. بس أنتوا اليوم ضيوفي، يعني أعطوني فرصة أقوم بواجبي، واعتبارا من بكرة بنتقاسم كل شي. نحن إجينا على هاد الأساس ما؟ نحن أهل، يعني ما في بيناتنا هيك قصص. ها لازمكم شي جيبوا معي من برا. لا لا سلامتك. شوف أنت شو حابب تاكل وجيب. ماشي اتفق. خليني روح معك لعونك. إيه إيه روح معه. ها أنا موصي على شغلات، أنتوا استلموهم. ماشي ولا يهمك. ليكي فاطمة شوفي، هدول في هون عدة المطبخ وما بظن حنحتاجهم، خلينا نقيمهم ونرفعهم على السقيفة، لأنه المطبخ هون مو ناقصه شي وما مو ناقصه شي وما بدنا نعجوه أكتر. معك حق. البيت ظريف معه، كبير وشريح. بيتنا نحن يعني في شوية رطوبة، بس ماشي حاله ما في مشكلة. لازم نشكر الله إنه لقينا قرن ننام فيها. أنا فايتة أكمل شغلي. وهدول ما إلون لزوم، خلينا نرفعهم على السقيفة كمان. أكيد ما رح نحطهم بخلته للزلمة بالصالون هون. هي مرته هيك الظاهر، صغيرة حلوة كتير بأول شبابها، الله يرحمها ويحسن إليها. خلصت شغل عيوني، بدك شي مني؟ لا ما بدي. شي بدك تقولي لي اياه؟ لا مالك قليلة يا ست مريم.